السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية التجارية والفندقية، معادنا النهاردة مع حلقة جديدة من مادة الحاسب الآلي، وهنستكمل النهاردة إن شاء الله المراجعة اللي بدأناها المرة اللي فاتت. الحلقة اللي فاتت خدنا فيها مراجعة عملي على برنامج قواعد البيانات أكسس وبرنامج الفوتوشوب. ياريت اللي فاتوا الحلقة يقدر يرجع لها عن طريق صفحتنا على اليوتيوب مصر للتعليم الفني او على المنتدى قطاع التعليم الفني. النهارده ان شاء الله حلقتنا هتبقى مخصصه للمراجعه النظري، وهندرس فيها ان شاء الله المراجعه اللي خدناها على مدار الترم كله، الاول الجزء الخاص بالجزء الاول والثاني اللي هو برنامج الاكسس والفوتوشوب. تعالوا نشوف مع بعض هنمشي ازاي باذن الله في حلقتنا النهارده. هناخد أول حاجة أسئلة وأجوبة على قواعد البيانات مايكروسوفت أكسس. ياريت نركز مع بعض، إحنا هنراجع النهاردة النظري بإذن الله. السؤال الأول بيقول لي أذكر مميزات برنامج قواعد البيانات أكسس. إيه المميزات بتاع البرنامج؟ نفتكر مع بعض كده، نرجع بالذاكرة. قلنا مميزات برنامج قواعد البيانات كانت أول ميزة عندي إن هو بيدعم اللغة العربية، مما يوفر تطبيقات قواعد البيانات باللغة العربية. تاني ميزة إن هو بيعمل تحت بيئة نظام التشغيل ويندوز، ومما توفره من أدوات وعناصر رسومية. وبرضو من ضمن المميزات إن هو بيمكن إنشاء أو أقدر عن طريقه أعمل بحث واستعلام عن بيانات محددة ومنظمة. وبرضو من ضمن المميزات إن هو إمكانية إضافة البيانات وتعديل البيانات القديمة ببيانات أخرى عندي جوه قاعدة البيانات واستبدلها ببيانات أخرى، وأقدر أتعامل مع برامج تانية زي برنامج الوورد وبرنامج الأكسس برضو من قاعدة بيانات تانية. طيب من ضمن المميزات برضو زي ما قلنا المرونة في تعديل البيانات خلاص، وقلنا برضو عندي من ضمن المميزات توفير قوالب ومعالجات حوارية اقدر عن طريقها اسهل عمل المستخدم. بتسهل عمل المستخدم زي ايه؟ اقدر انشئ الجداول واقدر انشئ التقارير والاستعلامات والنماذج. برضو قلنا مميزات كتيره جدا، تعالوا نستعرضها مع بعض واحده واحده على الجهاز. يبقى نفكر مع بعض زي ما قلنا مميزات برنامج قواعد البيانات اكسس. اول ميزه بيدعم اللغه العربيه، مما يوفر إمكانية إنشاء تطبيقات قواعد البيانات باللغة العربية. تاني ميزة إن هو بيوفر قوالب جاهزة للمبتدئين. يعني إيه؟ زي ما قلنا قوالب الجاهزة دي بتقدر عن طريقها لو أنا لسه ما اشتغلش على البرنامج أقدر أجيب قالب جاهز واشتغل عليه ببساطة جدا. الميزة اللي بعدها زي ما قلنا إن هو بيعمل تحت بيئة نظام التشغيل ويندوز، وما توفره من عناصر رسومية وأدوات. الميزة اللي بعديها انه بيوفر معالجات ومربعات حوارية تساعد المستخدم في انشاء الجداول والنماذج والاستعلامات والتقارير. قلنا برضو ان من ضمن مميزاته ان انا اقدر ابحث بسهولة جدا واستعلم عن اي بيانات موجودة في قاعدة البيانات، واقدر اجيب عندي اي شرط احطه في قاعدة البيانات واظهره في الاستعلام. من ضمن المميزات المرونة في تعديل البيانات برضو، وقلنا ان انا اقدر اضيف بيانات جديدة واستبدلها باخرى. برضو امكانية تبادل البيانات مع البرامج الاخرى زي برنامج الاكسل والوورد وقواعد البيانات التانية عندي بنفس الطريقة. دي كانت مميزات برنامج قواعد البيانات مايكروسوفت اكسس. السؤال اللي بعده بيقول لي اذكر مراحل التصميم الجيد لقواعد البيانات. نفتكر مع بعض كده مراحل التصميم الجيد عشان اعمل قاعدة بيانات او انشئها، لازم اكون مخطط ليها كويس قبل ما اخد قرار بان انا انشئها على الجهاز. طيب ايه هي الخطوات دي؟ اول خطوة بحدد الغرض من انشاء قاعدة البيانات. انا عايز اعمل قاعدة البيانات دي ليه؟ بعد ما حددت الغرض بعد كده هبدأ اجمع البيانات، يبقى العثور على المعلومات المطلوبة في قاعدة البيانات. ثالث مرحلة وهي بعد كده هقسم المعلومات اللي عندي الى جداول، كل جدول زي ما قلنا مختص بموضوع معين. بعد ما قسمت المعلومات في صورة جداول هبدأ بقى اقسم احول عناصر المعلومات دي الى اعمدة. بعد ما حولت عناصر المعلومات الى اعمدة
هبدأ في تحديد المفاتيح الأساسية، وبعد كده هبدأ في إعداد علاقات الجداول بينها وبين بعض، وبعديها هبدأ في إدخال تحسينات على قاعدة البيانات، وبعد كده آخر خطوة تطبيق قواعد التسوية. تعالوا نستعرضهم مع بعض. أهو قلنا تحديد الغرض من قاعدة البيانات، وبعد كده ببدأ أجمع المعلومات المطلوبة وأنظمها وأقسم المعلومات في صورة جداول، كل جدول مختص بحاجة معينة، وبعد كده حول عناصر المعلومات إلى أعمدة، وبعد كده هحدد المفاتيح الأساسية، وبعديها هبدأ أعد العلاقات اللي هستخدمها بين الجداول وبعضها البعض، وبعد كده هشوف أي تعديل أو تحسينات على التصميم اللي عامله، وآخر خطوة أو آخر مرحلة تطبيق قواعد التسوية. السؤال اللي بعده بيقول لي أذكر أنواع العلاقات في برنامج قواعد البيانات مايكروسوفت أكسس. طيب إيه هي أنواع العلاقات؟ نفتكر مع بعض كده. قلنا إن هما كام نوع من علاقات قواعد البيانات؟ ثلاث أنواع. طيب إيه هما أول نوع؟ قلنا أول علاقة اللي هي علاقة 1-to-1، وهي رأس برأس. العلاقة الثانية وهي رأس بأطراف 1-to-many. أما العلاقة الثالثة وهي أطراف بأطراف ميني تو ميني. دول كانوا ثلاث أنواع من العلاقات في برنامج الأكسس. تعالوا نشوف أهو زي ما احنا قلنا، علاقة رأس برأس 1-to-1 ورأس بأطراف 1-to-many وميني تو ميني أطراف بأطراف. السؤال اللي بعده أذكر أنواع الاستعلامات في برنامج الأكسس. إحنا خدنا مع بعض إن في كام نوع من الاستعلامات. نفكر مع بعض كده ونفكر بعضينا. قلنا أول نوع وهو استعلام التحديد، تاني نوع الاستعلام الجدولي، وتالت نوع الاستعلام اللي هو استعلام الوسائط، والنوع الأخير وهو الاستعلامات الإجرائية. طيب تمام، ده كانت أنواع الاستعلامات. أهو زي ما احنا قلنا، استعلام التحديد والاستعلام الجدولي واستعلام الوسائط والاستعلام الإجرائي. دي أنواع الاستعلامات في البرنامج. طيب نيجي بقى عند الاستعلام الإجرائي ده. تعالوا نشوف سؤال عليه، ما هي أنواع الاستعلام الإجرائي؟ ممكن يجي لي السؤال كده في الامتحان. هقول له إيه بقى؟ برضو الاستعلام الإجرائي بينقسم إلى أنواع، وهي قلنا استعلام التحديد واستعلام الإلحاق واستعلام الحذف واستعلام إنشاء الجدول. ياريت أدينا بنراجع مع بعض أهو النظري، والحلقة اللي فاتت كانت مراجعة عملي. ياريت نفضل مركزين مع بعض عشان نقدر نفتكر مع بعض اللي خدناه طول السنة. يبقى أنواع الاستعلام الإجرائية استعلام حذف، استعلام تحديث، واستعلام إلحاق، واستعلام إنشاء جدول. تمام، تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. نبدأ في أسئلة أكمل. عندي السؤال الأول في أكمل بيقول لي نقط هو الصف الذي يخزن فيه مجموعة من البيانات المتكاملة لحالة واحدة من حالات موضوع الجدول. نقرأ السؤال كويس جدا ونركز فيه. طالما قال لي هو الصف وفي قاعدة البيانات، يبقى طالما قال لي الصف يبقى هنا الإجابة هتبقى السجل ريكورد. طيب السؤال اللي بعده، هو العمود الذي يخزن بداخله بيان واحد من بيانات الجدول. نركز مع بعض، قال لي العمود يبقى هيبقى الحقل فيلد، يبقى الإجابة الحقل فيلد. يبقى هنا السجل عبارة عن صف، أما الحقل هو عبارة عن العمود. نحاول نفرق ما بينهم وما تلخبطش ما بينهم، لو جات لي في الامتحان نبقى عارفين الفرق ما بين السجل والحقل. النقطة الثالثة عندي، هي مجموعة مترابطة من البيانات المنظمة بشكل يسمح بالحصول على المعلومات التي نحتاجها منها بسهولة وسرعة. طالما قال لي عندي مجموعة مترابطة من البيانات، وبتكون ايه البيانات دي؟ منظمة، وعن طريقها اقدر احصل على المعلومة اللي انا بحتاجها بسهولة وسرعة.
الإجابة قواعد البيانات Database. تمام. السؤال اللي بعده: هي مجموعة متكاملة من البرامج والأنظمة التي نقوم من خلالها بإنشاء قواعد البيانات وتخزين البيانات بها وإدارتها. نركز مع بعض. طالما قال لي مجموعة متكاملة من البرامج والأنظمة اللي بقوم من خلالها بإنشاء قاعدة البيانات، يبقى دي نظم إدارة قواعد البيانات. تمام. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده: هي قواعد البيانات التي تقوم بتخزين البيانات في شكل جداول يختص كل جدول منها بموضوع معين وتكون فيها الجداول مترابطة. يبقى قال لي هنا نقرا السؤال كويس زي ما قلنا وما تلخبطش. في زمايلكم هيجري يقول لي قاعدة البيانات، لا هو قايل قواعد بيانات. طالما قال لي قواعد بيانات وبتقوم بتخزين البيانات في شكل جداول، كل جدول مختص بموضوع معين وبيعمل ترابط او علاقات ما بينهم، يبقى دي قواعد البيانات العلائقية. أهم حاجة نقرأ السؤال كويس وما نقراش نص السؤال ونسيب الباقي هنحل غلط. السؤال اللي بعده: استعلام نقط هو الاستعلام الأكثر شيوعاً ويستخدم لعرض البيانات لتحليلها أو تحديثها. احنا خدنا أربع أنواع من الاستعلامات: استعلام التحديد والاستعلام الإجرائي واستعلام الوسائط واستعلام الجدولي. وقلنا ان الاستعلام ايه هو اللي بيكون اكتر شيوعا عندي وبيستخدم في عرض البيانات وتحليلها او تحديثها، وهو استعلام التحديد. تمام. السؤال اللي بعده: هو برنامج صغير يتكون من اجراء واحد او اكثر يتم انشاؤه لانجاز بعض المهام بسرعه. نفتكر مع بعض كده في البداية خالص لما شرحنا الجزء اللي هو في الأول في قاعدة البيانات أكسس، قلنا الجزء النظري إيه البرنامج اللي هو عن طريقه أقدر أعمل مهمة معينة. إيه كانت الإجابة عندي اللي هي الماكرو، اللي هو البرنامج اللي أنا أقدر أعمله بيتكون زي ما قلنا من إجراء واحد أو أكتر أقدر أعمله عشان ينجز مهام معينة. زي إيه المهام دي؟ أقدر أعمل ماكرو عشان يفتح التقرير، أقدر أعمل ماكرو يقفل، أقدر أعمل ماكرو لأي غرض تاني زي ما احنا خدنا. السؤال اللي بعده: هي طريقة لعرض البيانات وتنسيقها وتلخيصها. هتبقى الإجابة نقرأ السؤال كويس: طريقة عرض البيانات وتنسيقها. طالما قال لي عرض البيانات وتنسيقها وتلخيصها، يبقى حد هيقول لي النماذج، غلط. حد هيقول لي الاستعلامات، هقول له غلط. يبقى الإجابة الصحيحة وهي التقارير ريبورتس. طيب التقارير برضو ليها تعريف تاني عشان بتيجي أكتر من طريقة. ممكن تجيني هي طريقة عرض البيانات وتنسيقها، وبرضو ممكن يجي وتحليل البيانات. يبقى التقارير أقدر عن طريقها أعمل تحليل للبيانات وألخصها وأعمل لها تنسيق. تمام. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. نقط هي أحد كائنات قواعد البيانات التي تستخدم لإدخال البيانات أو عرضها في قاعدة البيانات. طيب هنا بيقول لي طالما قال لي أحد كائنات قواعد البيانات، خلاص يبقى كده كائن من كائن قواعد البيانات. طيب وإدخال البيانات وعرضها، إيه الكائن اللي أنا بعمل عن طريقه أقدر أدخل البيانات جواه وعرضها في قاعدة البيانات؟ دي هتبقى الإجابة النماذج فورمز، وليها تعريف تاني برضو أقدر عن طريق النماذج دي أعمل تسجيل للبيانات، يبقى إدخال أو تسجيل البيانات وعرضها في القاعدة. تمام. تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده. هو الوعاء الذي يحتوي على مجموعة البيانات ويعتبر الأساس عند بناء قاعدة البيانات. نركز مع بعض ونفتكر. احنا قلنا اول كائن خدناه في قواعد البيانات كان ايه؟ كان اول عنصر وهو ايه؟ الجداول، تيبلز. تمام. الجداول تيبلز اول ما بنشئ قاعدة البيانات طبيعي بيبقى معايا جدول افتراضي. الجدول ده اقدر شبهناه بايه؟ بوعاء
بضيف جواه البيانات زي ما احنا خدنا في العمل اللي فات في الحلقة اللي فاتت، قلنا ان السجلات او البيانات اللي انا بضيفها اقدر اضيفها في انهي كائن اللي هو الجدول، وهو يمثل العنصر الاساسي في بناء قاعدة البيانات. يبقى ممكن يجي لي النقطة دي برضو، نقط هي الاساس في بناء قاعدة البيانات، هقول له برضو الاجابة الجداول. يبقى عندي الاجابة هتبقى الجدول تيبل. تعالوا نشوف بعد كده اسئلة، عندي اسئلة صح وغلط. اول سؤال فيها البيانات هي معلومات تم معالجتها لاستخلاص ما تشير اليه حتى يمكن الاستفادة منها. نقرا السؤال كويس زي ما قلنا وما نتسرعش في الاجابة، نقرا السؤال مرة واثنين وثلاثة لغاية ما افهم ايه المطلوب. قال لي البيانات هي معلومات تم معالجتها، طبيعي الاجابة غلط. ليه بقى غلط؟ لان انا عندي العكس، المعلومات هي اللي بيانات بعمل لها معالجة عشان اقدر احصل على معلومات اقدر استفيد منها، يبقى الاجابة غلط. النقطة اللي بعد كده، من خصائص الحقول required تستخدم لتحديد الحقول المطلوبة وعدم تركها فارغة. لو نفتكر مع بعض واحنا بننشئ قاعدة البيانات، ومن ضمن الجزء اللي احنا شرحناه خصائص الحقول، وقلنا required يعني ان انا الحقل ده ما ينفعش اعديه او اسيبه فاضي، لازم اكتب فيه بيانات، يبقى الاجابة هتبقى صحيحة. النقطة اللي بعديها، بين مميزات برنامج الاكسس امكانية تبادل البيانات مع البرامج الاخرى. احنا قلنا من شوية المميزات بتاع البرنامج ان فعلا ان انا اقدر اعمل تبادل بين البيانات مع البرامج الاخرى زي برنامج الوورد او اي برنامج قاعدة بيانات عندي بالاكسس، اقدر اعمل له تبادل في البيانات، يبقى هنا الاجابة صحيحة. النقطة اللي بعدها، تعتبر مرحلة العثور على المعلومات هي أولى مراحل التصميم الجيد لقاعدة البيانات. طيب نفتكر مع بعض، احنا قلنا قواعد التصميم الجيد لقاعدة البيانات قبل ما ننشئ قاعدة البيانات ايه هي الخطوات. أول حاجة قلنا ان انا بعمل ايه، أول مرحلة بحدد الغرض من إنشاء قاعدة البيانات، صح؟ تمام. طيب أول مرحلة تحديد الغرض، المرحلة الثانية بعد ما حدد غرض أنا هنشئ قاعدة البيانات دي ليه؟ هبدأ أجمع المعلومات عندي. يبقى الإجابة هنا هتكون الإجابة خاطئة. وقلنا الإجابة الصحيحة إن هي مرحلة إيه؟ مرحلة تحديد الغرض من قاعدة البيانات. يبقى المرحلة اللي هي العثور على المعلومات دي تاني مراحل التصميم الجيد لقاعدة البيانات. النقطة اللي بعديها، يمكن أن تحتوي قاعدة البيانات على جدول واحد فقط. طيب نفكر مع بعض كده، أول ما بنشئ قاعدة البيانات بيكون عندي جدول افتراضي، صح؟ تمام. جدول افتراضي واحد ده أقدر عن طريقه أضيف أكتر من جدول تاني وأقدر أقلل، بس لازم الحد الأدنى ما ينفعش أعمل قاعدة بيانات وما فيهاش أي جدول، طبيعي لازم يبقى فيها إيه؟ جدول افتراضي أقدر أعدل عليه وأضيف تاني وتالت وهكذا. يبقى الإجابة عندي هنا، نقرأ السؤال كويس جدا لغاية ما نتأكد من الإجابة وبعد كده نحل بإذن الله، نحل الإجابة الصحيحة. يمكن أن تحتوي قاعدة البيانات على جدول واحد فقط، هقول له الإجابة بالفعل إجابة صحيحة. النقطة اللي بعد كده، بيقول لي المفتاح الأساسي هو علامة مميزة لحقل من حقول الجدول يسهل عملية إنشاء العلاقات والربط بين الجداول. نقرأ سؤال كويس، احنا قلنا تعريف المفتاح الأساسي ايه؟ تمام، قلنا تعريف انه فعلا هو علامة مميزة لحقل من حقول الجدول وبيسهل عملية إنشاء العلاقات والربط بينهم، يبقى الإجابة عندي هتبقى الإجابة الصحيحة. تمام، تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده، الإجراء ران ماكرو وظيفته إغلاق الماكرو. نقرأ السؤال كويس،
run macro. يبقى لو ترجمنا الكلمة هنعرف نحل. run يبقى تشغيل ماكرو، تشغيل الماكرو. يبقى وظيفة run macro تشغيل الماكرو وليس إغلاق الماكرو. يبقى الإجابة عندي إجابة خاطئة. تعالوا نشوف النقطة اللي بعديها. الإجراء open macro وظيفته فتح الإجراء open form وظيفته فتح النموذج open form. طالما قال لي عندي open form يبقى هترجم الكلمة أو الجملة open form فتح النموذج، يبقى دي بالفعل الإجابة صحيحة عندي في النقطة دي. يبقى الإجابة صحيحة. تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده. خاصية الحقول caption وهي تعني تسمية الحقل بالاسم الذي سيظهر عليه عند فتح الجدول. قلنا أنا لما بحتاج أسمي اسم للحقل زي ما احنا خدنا من شوية في التدريبات العملي، خدناها مع بعض. قلنا التدريبات ان انا عايز عملت حقل وسميته زي الحلقة اللي فاتت، قلنا لما عملنا رصيد المورد قلنا رصيد المورد يساوي المشتريات زائد الرصيد السابق وجمعناهم مع بعض وسمينا اسم الحقل من خلال الخاصية caption وهي تسمية الحقل. يبقى عندي هنا الإجابة صحيحة. النقطة اللي بعد كده، نوع الحقل number هو الحقل الافتراضي ويحتوي على حروف أو أرقام ولا تتطلب إجراء عمليات حسابية عليها. نقرأ النقطة كويس جدا مرة واثنين وثلاثة لغاية ما أتأكد ونقرأها للآخر كويس جدا. حد هنا هيقرأ السؤال بسرعة وهيقول الإجابة صحيحة، هقول له الإجابة غلط. ليه بقى غلط؟ لأن أنا عندي نوع الحقل number ما بيكونش الحقل الافتراضي. أمال إيه هو الحقل الافتراضي؟ الحقل زي ما احنا خدنا تكست نصي. طيب الحقل تكست أقدر أسجل عليه حروف وأرقام، بينما الحقل اللي هو نوعه number ما أقدرش أسجل عليه حروف وأرقام، بسجل عليه أرقام فقط اللي هو الحقل number. طيب لا يتطلب إجراء عملية حسابية على الحقل number، هقول له غلط. الحقل number يتطلب إجراء عمليات حسابية عليه. يبقى التصحيح بتاع النقطة دي عندي نوع الحقل هو تكست، هو التكست فعلا بيكون افتراضي وبيحتوي على حروف وأرقام ولا يتطلب إجراء عمليات حسابية عليها. يبقى الإجابة عندي هتبقى إجابة خاطئة وقلنا التصحيح بتاعها نوع الحقل تكست. تمام. بعد كده تعالوا ناخد شوية تعريفات مع بعض. أول تعريف وهو تعريف البيانات والمعلومات وقواعد البيانات والنماذج والاستعلام والتقارير. تعالوا نعرف كل نقطة مع بعض واحدة واحدة تاني ونراجع مع بعض. أول تعريف وهو البيانات. نفتكر مع بعض البيانات قلنا تعريفها إيه؟ قلنا البيانات داتا عبارة عن مادة خام أولية بعمل لها معالجة، وبعد ما اعمل لها معالجة بتطلع لي في صورة معلومات يمكن الاستفادة منها. يبقى البيانات داتا هي مادة خام أولية يمكن معالجتها حتى يمكن الاستفادة منها في صورة معلومات. تعالوا نشوف أهو، يبقى هي المادة الخام الأولية التي يتم معالجتها للحصول على المعلومات. النقطة اللي بعد كده وهي المعلومات. طيب طبيعي قلنا ان البيانات مادة خام أولية بيعمل لها معالجة عشان نحصل على طيب تعريف المعلومات بقى لو جات لي اللي هي information، هي ناتج استخلاص ما تتضمنه البيانات. يبقى المعلومات عبارة عن ناتج البيانات بعد ما اعمل لها معالجة. تمام. تعالوا نشوفها مع بعض. هي ناتج معالجة البيانات لاستخلاص ما تتضمنه هذه البيانات حتى يمكن الاستفادة منها. تمام. التعريف اللي بعده قواعد البيانات. قواعد البيانات داتابيز تعريفه، قلنا قاعدة البيانات عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من البيانات المنظمة والمرتبة بشكل يسهل الحصول عليها وقت الحاجة. يبقى عبارة عن بيانات منظمة ومترابطة مع بعض اقدر احصل عليها في صورة معلومات. تعالوا نشوف اهو تعريف الداتابيز قواعد البيانات، مجموعة مترابطة من البيانات المنظمة بشكل يسمح
بالحصول على المعلومات بسهولة وسرعة. تمام. التعريف اللي بعده النماذج فورم. نفتكر مع بعض، احنا بنقول اكتر من مرة اهو وراجعنا الكلام ده كتير. لو جه قال لي عرف النماذج فورم هقول له عبارة عن ايه؟ عبارة عن هو احد كائنات قواعد البيانات. قلنا ان احنا عندنا كائنات بيانات كتيرة جدا. زي ايه؟ اول ما بنشئ قاعدة البيانات بيجي لي الجدول تيبل، اول كائن من كائنات قواعد البيانات، وبعديه الكائن اللي بعده وهو الاستعلام، والكائن الثالث التقارير والنماذج، وعندي الصفحات وعندي الماكرو والوحدات النمطية. طيب النماذج او النموذج تعريفه ايه؟ هو عبارة عن احد كائنات قواعد البيانات اللي عن طريقه اقدر ادخل البيانات واعمل لها تسجيل للبيانات واعرضها في قاعدة البيانات. نشوف مع بعض. يبقى قلنا ان هي احد كائنات قواعد البيانات الذي تستخدم لادخال البيانات وعرضها وتسجيل البيانات برضو عن طريق النماذج فورمز. التعريف اللي بعده وهو الاستعلام. طيب تمام، الاستعلام ببساطة تعريفه ايه؟ برضو كائن من كائنات قواعد البيانات، وهو عن طريقه اقدر ابحث او استعلم عن البيانات اللي بتنطبق عليها شروط معينة وعرضها في قاعدة البيانات. يبقى هو تطبيق معايير بحث محددة في قاعدة البيانات. دي تعريف الاستعلام. الاستعلام هو تطبيق معايير بحث محددة على البيانات ثم استعراض سجلات البيانات التي تتطابق مع هذه المعايير. وخدنا ازاي بنعمل الاستعلام ده في الحلقة اللي فاتت، خدنا ازاي بننشئ استعلام عملي وحطينا له اكتر من شرط وحلناه، واللي حابب يراجع تاني على الجزء ده في الحلقة اللي فاتت هيلاقيها موجودة على الصفحة. التعريف اللي بعده التقارير. تعريف التقارير قلنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن برضو كائن من كائنات قواعد البيانات وتستخدم في عرض البيانات وتلخيصها وتحليلها. يبقى لو جالي تعريف البيانات ليها اكتر من تعريف، ممكن يجيلي تحليل البيانات، ممكن يجيلي تستخدم لعرض البيانات وتلخيصها وتنسيقها. يبقى التقارير هي طريقة عرض البيانات وتنسيقها وتلخيصها وبرضو تحليلها. كده احنا خلصنا، خدنا أسئلة وإجابتها على برنامج قواعد البيانات أكسس. ندخل في الجزء الثاني وهو برنامج الفوتوشوب. هناخد برضو أسئلة وإزاي بنجاوب على الأسئلة دي معانا في الحلقة. تعالوا نشوف مع بعض أسئلة وأجوبة على الفوتوشوب. أول سؤال بيقول لي أذكر مميزات برنامج الفوتوشوب. طيب مميزات البرنامج إيه معايا؟ نفتكر مع بعض كده. أول ميزة بيساعدني البرنامج إن أنا أجيب تاريخ الملف، وليكن أنا شغال على ملف، بجيب من لوحة البيانات أو لوحة المحفوظات هيستوري أقدر أرجع التقارير أو التصميم اللي عامله لنقطة تاني. تاني ميزة برضو ان انا اقدر اضيف في البرنامج ده اي تأثيرات جمالية فنية، اقدر اعدل فيها اي تعديل على التصميم او الصورة، اقدر اعدل في الشكل النهائي اخلي احسن من الصورة. ومن ضمن المميزات برضو لبرنامج الفوتوشوب ان انا اقدر برضو اعمل اشكال كتيرة جدا للنصوص واقدر اخليها مجسمة واقدر اخليها اكتر واقعية و 3D. وبرضو من ضمن المميزات ان انا اقدر برضو افهم إدارة نظام الألوان، أفهم اللون مثلا الأصفر معاه بفتحه بيديني لون إيه، أغمق اللون الأصفر بيديني لون إيه، وليكن لون أصفر مع لون أزرق بيديني لون إيه، لون أحمر مع لون أخضر وهكذا، بفهم النظام اللوني بالكامل. دي من ضمن مميزات البرنامج. طبعا من ضمن المميزات إنه هو بيوفر وقت المستخدم. طبيعي ان انا لو عملت التصميمات دي بايدي بقى بصوره بدائيه او بالورقه والقلم ما هياخد معايا وقت، لكن انا بعمله بالبرنامج واقدر احفظه واقدر اعدل عليه. من ضمن المميزات برضو المرونه في تعديل البيانات، اقدر اعدل في البيانات جوه الفوتوشوب. نستعرضهم مع بعض على الجهاز بسرعه تاني. السؤال ده مهم جدا، يا ريت نركز فيه. مميزات برنامج الفوتوشوب. اول ميزه بيساعد البرنامج على متابعه تاريخ الملف وما تم تنفيذه.
النقطة اللي بعديها، يساعد المستخدم على فهم إدارة نظام الألوان زي ما احنا قلنا. طبيعي أفهم إن أنا بضيف ألوان إيه مع إيه، أو أغمق اللون مثلا كذا، بغمقه بيديني لون إيه، وبفتحه بيديني لون إيه، وأفهم إضافة الألوان مع بعض بتطلع لي الصورة النهائية. بيعمل على توفير وقت المستخدم زي ما احنا قلنا، بيختصر معايا وقت كتير جدا من أنا أعمل التصميم بدائي بصورته التقليدية، لا بالبرنامج بيسهل معايا وبيوفر معايا وقت كتير جدا وأقدر أرجع له في أي وقت. الميزة الرابعة وهي يقدم البرنامج النص في أشكال متعددة، زي ما قلنا أقدر أعمل نص أو أشكال جاهزة للنصوص، وأقدر أخليها 3D، وأقدر أخليها مجسمة، وأقدر أغير في أشكال النصوص. برضو من ضمن المميزات إن هو بيقدم إمكانيات عالية في إضافة ملمس جمالي أو تأثير أو خلفيات، زي ما قلنا أقدر أضيف أكتر من صورة في طبقات، إن هو بيعمل فيه نظام الطبقات زي ما احنا عارفين أو layers. بمجرد ما أضيف مثلا تأثير شادو أو ظل أو حاجة في معينة بنص، أقدر أعدل في الشكل الجمالي للتصميم أو ديزاين في الآخر. الميزة اللي بعد كده وهي سهولة استعراض الملفات من نوع image files. يعني إيه؟ أقدر أفتح صورة مثلا محفوظة بصيغة الجي بي جي، أو صيغة محفوظة بالبي إن جي، أو صيغة محفوظة مثلا بالبي إس دي، وهكذا أقدر أستعرض أي ملف عندي. بيساعد برضو من ضمن المميزات المهمة جدا في برنامج الفوتوشوب، وهي الاختصارات الشورت كاتس. يعني إيه؟ يعني أنا أقدر أخصص اختصارات كبيرة جدا للبرنامج. زي إيه؟ وليكن أنا شغال في البرنامج، طبعا لو لسه مبتدئ هشتغل بقى بالقوايم وبايدي، هجيب قايمه والتولز لكن انا لو شغال بسرعه وبقيت عايز اشتغل اكتر احترافيه في البرنامج، اقدر اشتغل بلوحه المفاتيح الكيبورد على طول. يعني مثلا هجيب الاداه الموف تول، اداه التحريك، بضغط على زرار الفي من الكيبورد بيجيب لي اداه التحريك على طول. طيب عايز احفظ، بدل ما اضغط فايل وسيف، لا بدوس كنترول واس بيحفظ. طيب عايز برضو ادمج الطبقات مع بعض، بعد ما خلصت الديزاين هضغط على كنترول وشيفت وحرف الاي من الكيبورد. طيب تمام. عايز برضو اجيب اداه التحديد الحر كنترول وتي، واقدر اتحكم في حجم الصوره اكبرها واصغرها. كل دي اختصارات مهمه جدا للبرنامج وانا شغال جوه الفوتوشوب، بتوفر معايا طبيعي الوقت وبتخليني اكتر احترافيه في التصميم. كده احنا خدنا مميزات برنامج الفوتوشوب. تعالوا نشوف مع بعض السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده سؤال صح او خطا، ضع علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه خطا امام العباره الخاطئه. اول سؤال، التنسيق PDF يستخدم في نشر الوثائق الالكترونيه لكي توضع على الانترنت. طيب تمام، نفتكر مع بعض التنسيق PDF. التنسيق ده اظن اغلبنا بنشتغل بيه، وليكن انا عندي كتاب عايز ابعته لحد بالموبايل عن طريق اي برنامج من برامج التواصل عندي، هبعته بصيغه احوله، لو ملف وورد اقدر احوله لبي دي اف، او ملف ممكن برضو اي برنامج زي مثلا الوورد او اكسل او غيره اقدر احوله لبي دي اف. البي دي اف ده صيغه اللي هي بتمكن المستخدم من نشر الوثائق الالكترونيه على الانترنت، واقدر احطها اعرضها مثلا على حد او زمايلي او مجموعه من الطلبة. يبقى التنسيق PDF هو نشر الوثائق الالكترونيه عبر الانترنت. الاجابه هتبقى الاجابه صحيحه. النقطه اللي بعديها، الامر open as يفتح الصوره التي امتدادها GIF فقط. طيب نجرب النقطه دي، لو حد عايز يتاكد منها يجربها على الجهاز. لو عملنا ضغطنا الامر من فايل واخترنا open as، واقدر افتح صوره تاني واختار نوع الصوره، هيفتح معايا مش بس GIF، يبقى اقدر من open as افتح تنسيق وغيره، مش GIF بس، اقدر افتح برضو GPG والبي ان جي وهكذا. يبقى الاجابه عندي الاجابه خاطئه. تمام، تعالوا نشوف السؤال اللي بعده، النقطة اللي بعدها. التنسيق PMB ابتكر خصيصا من أجل المواقع ويب. الإجابة خاطئة. طيب الإجابة خاطئة ليه؟ لأن أنا عندي قلنا التنسيق اللي هو اللي ابتكر مخصوص عشان
أقدر أستخدمه في مواقع الإنترنت على الويب، وهو التنسيق BNG. طيب BNG ده برضو نفتكر مع بعض بقى إن التنسيق ده برضو أقدر أعمل بيه شعارات وزراير ولوجوهات عن طريق الصيغة BNG. ليه طيب؟ لأن هي بتدعم خاصية الشفافية. يعني إيه تدعم خاصية الشفافية؟ يعني أنا أقدر أحفظ الصورة أو الشعار بصيغة BNG عشان بتبقى متشال منها الخلفية وتقدر تضيفها على أي صورة أو تصميم ليك أو ديزاين. يبقى الإجابة هنا خاطئة، وهي التنسيق BNG. تعالوا نشوف النقطة اللي بعديها. الأمر تدوير الصورة بالقائمة Image يقوم بعكس اتجاه الصورة من خلال التعامل مع الطبقات. طيب نفكر في النقطة دي كويس جدا ونجربها. افترض انا معايا دلوقتي الجهاز قدامي وعايز اجرب الامر ده. لو انا عامل اكتر من طبقة، 2 3 وهكذا، عايز اعمل تدوير للصورة وجبت القائمة image وجبت بعد كده عملت لها روتيت، هيعكس لي اتجاه الصورة كلها مش الطبقة اللي انا واقف عليها. طيب امال ايه الاجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة، يبقى الإجابة دي غلط. الإجابة الصحيحة Edit من Transform. يبقى نجربها مع بعض على الجهاز ونشوف هتطلع صح ولا غلط عشان نتأكد من الإجابة ونبقى واثقين واحنا بنجاوب الإجابة الصحيحة. طيب تمام، تعالوا نشوف النقطة اللي بعديها. قائمة Image تحتوي على جميع الأوامر الخاصة برؤية الصورة أو الملفات المفتوحة وترتيبها. رؤية الصورة، يبقى القائمة اللي هي فيو، يبقى دي الإجابة هتبقى إجابة خاطئة. النقطة اللي بعديها، لوحة العمليات أكشنز تحتوي على عمليات سابقة التجهيز يمكن تطبيقها على الملف المفتوح. نقرأ السؤال كويس جدا. لوحة العمليات أكشنز بتحتوي على عمليات سابقة التجهيز. إجابة هتبقى صحيحة. ليه؟ إحنا قلنا إن الأكشنات أو العمليات دي عبارة عن إيه؟ وليكن أنا عامل تصميم أو ديزاين أو صورة أو أي حاجة على الفوتوشوب، أقدر أعمل له أكشنات موجودة على البرنامج، وأقدر أضيف أجيب أكشنات برضو جاهزة من على النت وأضيفها على الديزاين معايا. وليكن تأثير بيعمل لي مثلا تنعيم للصورة، تأثير بيضيف لي مثلا، بيعمل لي الصورة أكثر حدة أو بيخليها مثلا شارب أكتر. كل دي عمليات أو أكشنات بضيفها للديزاين عندي. يبقى الإجابة صحيحة. النقطة اللي بعديها، التنسيق GIF هو تنسيق مخصص للصور المتحركة. نفكر كويس قبل ما نجاوب ونتسرع. طالما قال لي تنسيق GIF نفتكر مع بعض بقى تنسيق GIF ونرجع كده. قلنا ان التنسيق GIF بالفعل اقدر اعمل منه الصور المتحركة واقدر اعمل منه الازرار والمخططات. يبقى التنسيق GIF اقدر اعمل منه الصور المتحركة. يبقى الاجابة هتبقى الاجابة الصحيحة. تمام، النقطة اللي بعديها، تنسيق BSD هو تنسيق يمكن العودة إليه وإعادة تحريره والتعديل عليه. بالفعل الإجابة صحيحة. طيب ليه صح بقى؟ احنا قلنا أنا وليكن أنا شغال في ديزاين النهاردة، ما خلصتش التصميم، عايز أحفظه وهاجي بكرة أكمل عليه وهكذا، هحفظه بصيغة BSD وهي صيغة الفوتوشوب، هيفتح معايا على طول على برنامج الفوتوشوب بمجرد ما أضغط عليه، بيبقى امتداده .BSD في نهاية الملف. يبقى الإجابة هتبقى صحيحة. النقطة اللي بعديها، النظام اللوني RGB هو نظام لوني معد لألوان الطباعة. نقرأ كويس النقطة قبل ما نسرع في الإجابة. نظام اللوني RGB نظام لوني معد لألوان الطباعة. الإجابة أكيد غلط. طب ليه غلط بقى؟ احنا قلنا ان النظام اللوني اللي هو معد لألوان الطباعة نظام اللي هو CMYK.
اما النظام الار جي بي ده اختصار الريد الار ريد وجي اللي هي جرين اخضر والبي اللي هي البلو الازرق واختصارهم مع بعض بيستخدم معايا النظام اللوني اللي هو الار جي بي ده في نظام الشاشات والفيديو. يبقى الاجابه خاطئه والاجابه الصحيحه هتبقى نظام اللوني سي ام واي كي. الطبقات layers تفيد بترتيب التصميم أو تنظيمه بحيث يمكن العمل على كل طبقة دون التأثير على الأخرى. افتكر مع بعض الطبقات، احنا قلنا layers عبارة عن ايه؟ احنا قلنا ما يميز البرنامج الفوتوشوب انه عبارة عن طبقات layers. طيب كل طبقة ليه انا بستخدم الطبقات؟ ليه ما بقاش التصميم كله على طبقة واحدة على طول من اول مرة من غير ما اقسمه؟ ليه؟ لان انا اقدر مثلا وليكن انا عملت صورة حطيت خلفية مثلا دي في طبقة اللي هي الباك جراوند، ضفت بعد كده صورة تانية بتنزل على لاير تانية أو طبقة تانية، بعد كده ضفت نص أو تعريف للديزاين اللي أنا عامله بينزل في طبقة تالتة وهكذا، كل حاجة بتنزل في لاير لوحديها. ليه طيب؟ لأن هو بينظم لي الشغل معايا، وليكن أنا عايز أعمل تأثير للنص ما يبقاش موجود في باقي الطبقات، بختار الطبقة اللي هي فيها النص وأعمل التنسيقات بتاعتي اللي انا عايزها، وليكن عايز اعمل له شادو وعايز اغير في اعداداته وهكذا. يبقى الاجابه صحيحه. بعد كده هندخل في اسئله اكمل. السؤال الاول بيقول لي نقط هي لوحه تفيد في التراجع الى ما يقرب من 20 خطوه سابقه ويمكن زيادتها. قلنا اللوحة اللي أنا أقدر أعمل تراجع منها عن الخطوات أو اللوحة اللي بتجيب لي الخطوات اللي هي التاريخ بتاعها اللي هي لوحة المحفوظات history. يبقى الإجابة لوحة المحفوظات history. تمام. النقطة اللي بعدها تحتوي هذه اللوحة على قنوات الألوان. اللوحة اللي هي بتحتوي على قنوات اللي أنا أقدر أجيب منها الألوان وأعدلها وأغير فيها اللي هي لوحة الألوان color. النقطة اللي بعد كده هو تنسيق ابتكر خصيصا من أجل مواقع الويب ويدعم خاصية الشفافية. نقرأ السؤال كويس جدا قبل ما نتسرع ونجاوب. حد هيقول لي التنسيق جي اي اف، هقول له غلط. طيب تمام. حد هيقول لي التنسيق جي بي جي، هقول له برضه غلط. امال ايه تنسيق ايه اللي هو مصمم خصيصا للنشر او على مواقع الانترنت وبيدعم لي خاصيه الشفافيه؟ ده التنسيق بي ان جي. طيب التنسيق بي ان جي ده من قلنا من ضمن مميزاته ان انا اقدر اعمل بيه علامات تجاريه واقدر اعمل بيه لوجوهات للشركات. ليه؟ لانه هو بيدعم الشفافيه، بيبقى بيتحط على الديزاين او التصميم اللي موجود معايا بيبقى ما فيهوش خلفيه ويبقى شكله شفاف. يبقى الاجابه التنسيق بي ان جي. النقطه اللي بعديها هي عباره عن اضافات تعطي تاثيرا جماليا على الصوره او التصميم. قلنا ان الاضافات اللي انا بضيفها اقدر اعملها برضو عن طريق حاجة اسمها الفلترز او الفلاتر. يبقى الاجابة هتبقى الفلاتر فلترز. النقطة اللي بعديها هو نظام لوني يعبر عن الاطياف المرئية التي تتعامل مع الشاشات والفيديو والاضاءة. ياريت نركز ونقرأ السؤال اكتر من مرة. حد هيتسرع ويقول لي الإجابة هتبقى CMYK. غلط. الإجابة غلط. ليه؟ لأن احنا قلنا CMYK بيستخدم أو معد خصيصا لألوان الطباعة. طيب تمام. أما النظام RGB معد خصيصا لاستخدام في الشاشات والإضاءة والفيديو، وقلنا بيرمز الريد جرين الريد والجرين والبلو. دي اختصارات النظام الـ RGB، أحمر أخضر وأزرق.
يبقى النظام اللوني RGB. النقطة اللي بعد كده، يستخدم التنسيق نقط للصور الحقيقية ذات العدد الكبير من الألوان وذات الأبعاد الكبيرة. احنا قلنا ان النقط دي اللي هي بتستخدم من العدد كبير من الألوان وذات أبعاد كبيرة، تنسيقها هيكون التنسيق GBG. النقطة اللي بعد كده أكمل، هو نظام لوني يتكون من لونين الأبيض والأسود، ولا يصلح إلا للتعامل مع الكتابات أو الخطوط. النظام اللوني بيت ماب مود. تمام كده، احنا خلصنا الجزء الخاص بالجزء النظري، وهنستكمل برضو، بس تعالوا ناخد تدريب كده، نغير شوية الجو، مش كله نظري، تعالوا ناخد حتة عملي شوية على الفوتوشوب، واحنا شغالين على الفوتوشوب تدريب تاني نأكد عليه التدريب عشان نفهم اكتر ازاي بنتعامل عملي ونظري. تدريب بيقول لي طلبة شركة هيونداي للسيارات تصميم بوستر خارجي للإعلان عن إحدى السيارات على أن يكون حجمه 800 سنتي و 600 سنتي، 800 في 600 مع مراعاة البيانات التالية في التصميم. عايز يحط صورة مناسبة للإعلان، وضع صورة مناسبة للإعلان واستخدام لوجو الشركة، وعايز اسم موديل السيارة وكتابة عنوان موقع الشركة قدامي أهو. تعالوا نشوف بنحله مع بعض إزاي. من فايل، وهقول له أوبن، وهختار اهو المكان اللي انا عايز اجيب منه ساين، والملف اهو، وهختار منه الخلفيات اهو، واختار وليكن اللي هي دي الخلفية دي اللي هشتغل عليها. وبعد كده ظهرت معايا، هبدأ بقى هتحكم في العناصر. من فايل، وهختار بليس، وهضيف الديزاين، العربية اللي انا هحطها وليكن رقم 17 دي، هضيفها على ديزاين. نزلت معايا الصورة بالمنظر ده. طيب اقدر اتحكم في حجم الصورة وابعادها من النقط الموجودة معايا فوق، لو مش موجودة بضغط كنترول وتيم الكيبورد، واتحكم في ابعادها، اصغر واكبر، وليكن هخليها هنا مثلا. بعد كده هضغط صح عشان يطبق لي التصميم عندي. كده انا حضفت الخلفيه وضفت عليها الصوره بتاع العربيه عندي. بعد كده هجيب اداه الكتابه، هضغط عليها تي، وهضغط كده واسحب كليك شمال بالماوس، وليكن هكتب هنا الموديل، واتاكد اللون عندي الابيض عشان طبعا الخلفيه لونها اسود، فيبقى الالوان متناسقه معايا. وهكتب اسم العربيه او الموديل وليكن، وهحددها واضغط على صح. لو انا عايز اعدل فيها، اكبر واصغر الحجم واغير مكانها، بضغط الفي من الكيبورد او اداه التحرير، اداه التحريك، وعايز اتحكم في حجمها من كنترول وتي، واتحكم في النقط الموجوده دي، واسحب واكبر واصغر، وهضغط على صح. اقدر اسحبها اهو. طيب النص جاي فوق التصميم بتاع العربيه، عايز اخليه وراه، هبدل الطبقات او اللايرز اهو، هسحب دي واخليها تحتيها، بقت تحتيها، النص كأنه طالع من تحت العربية أو من وراها. تمام كده، بعد كده كل حاجة نازلة في لير لوحديها، هضغط على اللير اللي فيه النص اللي هو أهو، وأقدر أعمل له دروب شادو زي ما احنا شايفين، وأعمل له أي تأثير معايا عشان يتنسق معايا، وأضغط أوكي. وبعد كده ظهر بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. بعد كده عايز اضيف لوجو هنا، اضيف اللوجو ازاي؟ من فايل، وهقول له بليس، وهختار اللوجو اللي عندي وليكن من لوجوز، وهضغط عليه واختار اللوجو ده، هضغط عليه ضغطتين شمال بالماوس، واتحكم في الحجم عندي اهو، واسحب المكان واصغر شويه، بضغط شيفت من الكيبورد واضغط من النقط دي بالماوس كليك شمال عشان، طب ليه دايس شيفت؟ عشان يتحكم لي يصغر لي الابعاد ويخليها متوازنه الطول مع العرض بطريقه متوازنه معايا اهو. وليكن هنا كده هارفعها فوق شويه كده، وبعد كده
بعد ما خلصته وليكن هخليه هنا واضغط على صح عشان يثبت التصميم معايا. بعد كده انا ضفت اللوجو جوه الديزاين، هقدر كمان اضيف موقع هنا للشركة، اضغط على التي اداة التحديد او اداة الكتابة، اداة الكتابة، وبعد كده هكتب بقى الموقع وليكن الديزاين ده، واكتب الموقع وانسقه معايا زي ما انا عايز. للأسف حلقتنا خلصت النهاردة. احنا خدنا اسئلة واجوبة على برنامج الاكسس قواعد البيانات وبرنامج الفوتوشوب، والحلقة اللي فاتت كانت حلقة عملي، يبقى خدنا مراجعة عملي ومراجعة نظري على البرنامج الاكسس والفوتوشوب. اتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة من حلقتنا، وبإذن الله نلتقي قريبا، ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.